على الهاتف المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. باشمهندس مساء الخير. مساء الخير يا استاذ نشأة، مساء الخير على مشاهدينك الكرام. معلش احنا تعبينك اليومين دول بقى كلنا مفيش يعني. باشمهندس عبد المنعم، يعني بنتكلم دلوقتي على ضبط الأسعار في الأسواق والموجة التضخمية اللي العالم كله بيكتوى بيها، وزارة التموين قامت بدور واضح جدا وتأثيره على الأسواق بدأ يؤتي ثماره. قول لنا عملتوا إيه لضبط الأسعار خاصة سعر رغيف العيش؟ طبعا زي ما حضرتك شهدت في الأيام الماضية كده وحضرتك أشرت إن تم من خلال حملات وتشديد الرقابة وضخ كمية كبيرة من السلع، تم ضبط الأسعار في السلع الغذائية الموجودة بالسوق الخاصة بشهر أهل رمضان للسلع الترجية. وصدر في قرار دولة رئيس مجلس الوزراء زي ما كنا مؤشرين قبل ذلك إن بقرار 21 لسنة 22 بخاص بالرغيف العيش، وحضرتك تكلمت عليه باستفاضة. النهاردة تم بالفعل توجيه معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار من غد، وتم إرسال القرار بالفعل إلى جميع المديريات. ويمكن أن أوجه لحضرتك بالشكر وكما أناشد جميع الإعلاميين بمصر ومن خلال القنوات المسموعة أو المرئية بالتوعية الكاملة للسادة أصحاب الأفران والمستهلك لكل يكون على ملتزم بما له وعليه. إن شاء الله بكرة تتحرك الحملات التموينية لتنفيذ هذا القرار من خلال الإعلان عن الأسعار. لازم يكون معلن عن الأسعار التي أتت بالقرار في مكان ظاهر في مرمى المشتري، ويكون معلن عن الوزن برضه معروف الأوزان سعر كذا، ولكل رغيف حسب ما جاء بالقرار. هيتم الرقابة من خلال محور الإعلان عن الأسعار، 2 البيع بأزيد من التسعيرة، 3 في حالة نقص الوزن، وطبعا لازم يكون في قرن ميزان في كل فرن هيوفر ميزان حساس لمراجعة الأوزان والأسعار. وإن شاء الله هتكون يعني وتناشد وأتمنى أتمنى 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 أن يلتزم جميع أصحاب الأفران بهذا القرار، وأتمنى ما حدش يقع تحت طائلة القانون، لأن زي ما حضرتك أشرت إن القرار زي ما حضرتك أشرت القانون بيع كوبات شديدة جدا جدا اللي هي 100,000 جنيه أقل شيء و5 ملايين. في نقطة عاوز أشير إليها برضه، إن لم يتعارض مع عقوبة أشد، يعني حضرتك ممكن يطبق عقوبة هناك أشد في قانون المرسوم القانون 95 سنة 1945 يكون فيها حبس ويبقى فيها العقوبة أشد. فأنا أناشد السادة أصحاب المخابز أن نلتزم وكل يعرف اللي له واللي عليه، وإحنا السادة المفتشين برضو يعني تم التنبيه إحنا ومن خلال جهات الإعلام المحترمة إن إحنا هنوعي الناس، وبعتنا القرار للناس وكل واحد هيحط السعر بتاعه والتزم بالوزن، وإحنا مش عاوزين إن إحنا داخلين نأذي الناس أو داخلين اللي إحنا بالمرصاد، ولكن إحنا كل هذا ما تم من خلال رأس الدولة القيادة السياسية إلى الجهات الرقابية إلى معالي وزير التموين إلى دولة رئيس مجلس الوزراء رفع الأعباء عن المواطن المصري في تلك الظروف. وزي ما حضرتك أشرت إن القرار ده 3 شهور سنين ممكن يجدد وممكن لم يجدد حسب الظروف اللي إحنا تمر بها البلاد والظروف التي أثرت على العالم كله بأسرة، ومصر جزء من العالم وليست في معزل عن العالم كله. ولكن إن شاء الله تقرر تاني من بكرة ستبدأ الحملات وتشديد الحملات، وتم تنبيه على جميع المديريات والإدارات التموينية التابعة لها ومكاتب التموين بالمرور على هذه الأماكن البيع والأماكن الأفران السياحية أو الفينو أو الغيف الفينو أو العيش الغير مدعم، إنه يحط بين قوسين الغير مدعم المميز السياحي هيكون ملتزم بالاوزان وبالاسعار التي وردت بهذا القرار. يا باشمهندس عبد المنعم، عايزين من حضراتكم توافونا في الاعلام باسماء الناس المخالفين علشان يبقوا عبره للاخرين، لان احنا بنقول قوانين وبنقول قرارات، عايزين الباقي الناس يشعروا انه الدوله جاده وصارمه وحاسمه في هذا الاتجاه. وكمان ممكن تدعونا كاعلام نطلع معاكم في حملات وانتوا بتمروا على الاماكن المتاجر وخلافه. اوعدك ان شاء الله، بس يعني انا يعني لو سمح لي في اقل من ثانيه. اتفضل. احنا شفنا ناس بسبب الاسعار والاحتكار اللي حصل في خلال الاسبوع الماضي، في ناس خدت حبس 2 و3 سنين و5 سنين، وفي ناس خدت غرامات كبيره جدا بسبب ارتفاع الاسعار او الاحتكار في هذه الفتره الماضيه، ويمكن الاسواق مش عاوزين يعني انا اتمنى ان نرجع الى هذا الوضع ويكون عندنا التزام كامل من الساده اصحاب الافران وكل يعرف ما له وما عليه. أنا بشكرك جدا المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، شكرا لحضرتك.